بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا يورد هذا الحوار بين والي المدينة الوليد والإمام الحسين سلام الله عليه. قال الوليد: نحن لا نطلب إلا كلمة، فلتقل بايعت واذهب بسلام لجموع الفقراء، فلتقلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، فلتقلها آه ما أيسرها إن هي إلا كلمة. قال الحسين سلام الله عليه: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، الكلمة نور وبعض الكلمات قبور، إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. هذا هو الحسين سلام الله عليه، وهذه هي قضيتنا نحن مع الطغاة. الخطاب السياسي العاشورائي، موضوع هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة، ويسعدني أن أستضيف الباحث والشاعر معالي الأستاذ الدكتور طراد حمادي، وأيضا يسعدني أن أستضيف من اليمن رئيس مركز الفجر للدراسات الدكتور عبد الرحيم الحمران. أهلا معالي الوزير. أهلا بك. أهلا، عظم الله أجرك وعظم الله أجوركم. أبدأ معكم معالي الوزير، يعني التاريخ عرف الكثير من الثورات، يعني من الثورة الفرنسية إلى الثورة البلشفية إلى الثورة الصينية، هناك الكثير. ما موقع هذه الحركات من ثورة الإمام الحسين؟ تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم، عظم الله أجوركم بمصاب أبي عبد الله الحسين. في الواقع تتميز ثورة الإمام الحسين عليه السلام بأنها ثورة ذات بعد إلهي، لأنها تدخل في مسيرة الأنبياء التي خطها الله سبحانه وتعالى لتكون مثالا وقدوة ومنهجا وهدى لما لثورات البشرية والإنسانية التي تقوم ضد الطغاة والظالمين، والتي تقترب بشكل أو بآخر من معاني ثورة الحسين ومن أهدافها. وعليه إذا أردنا أن نقيس عدالة كل ثورة، تعرف أن الثورات تدرس وغيرها تدرس على ضوء عدالتها وعلى ضوء مطالبها وأهدافها، فنقول هذه ثورات عظيمة وهذه ثورات أدت إلى نتائج طيبة وخيرة بالنسبة للإنسانية، أو ما يستعمل بالعبارة السياسية المعاصرة أو العبارة اللي كانت أواخر القرن الماضي أو في منتصفه، أنها ثورات تقدمية تدفع التاريخ إلى الأمام ولا تعود به إلى الوراء. كل ثورة نقيص إذا كانت بهذا المعنى تقدمية ووطنية وعادلة وتدفع التاريخ إلى الأمام ولا تؤخر عجلات التاريخ، نقارنها مع ثورة الإمام الحسين. ما تحصله من نسبة التقارب مع هذه الثورة يزيد من مراتب هذه الثورات، أي أنه لو وجدنا أن نسبة التقارب بين الثورة الفرنسية وثورة الإمام الحسين تجد تصل إلى معدل مثلا معين، أو ما نقول أنها ثورة لها هذا المعدل في موضوع العدالة، لأن المقياس هنا. ولماذا؟ يعني ليس الأمر يعني اختيارا عرضيا، لأنه كما ذكرت لك أن هذه الثورة فيها كل ما أراده الله سبحانه وتعالى بالمعنى الحقيقي للمنتظر من الثورات، أي أن الله سبحانه وتعالى تكون الثورات مقبولة عند الله، ويكون الله سبحانه وتعالى راضيا
على حركة الإنسان في مواجهات محددة، سواء مع الظالمين، مع الطامعين، مع النهابين، مع القتلة، مع اللصوص، مع الأنظمة الفاسدة، مفهوم الإصلاح وطبيعة الإصلاح. كل هذه المسائل إنما تقاس بشكل أساسي بثورة الإمام الحسين. ولنجد أن هذا المبدأ هو عرف عام أو متفق عليه الآن في كثير من الدراسات السياسية التي يعني يمكن بدأت تدرك المعاني الحقيقية لثورة الإمام الحسين، بحيث أنهم يعني يعتبرون أن هذا الحدث الذي لم الواقعة التي لم يستطيعوا أن يحيطوا بها بكل معانيها، إنما هي واقعة وحدث ذا بعد إلهي. لطيف. دكتور عبد الرحيم، اليمن معروفة بالثورات، ومن أشهر هذه الثورات إلى اليوم يتحدث التاريخ عن ثورة زيد بن علي باعتبارها الإمام زيد، باعتبار الإمام زيد يعني ثورته هي من نتائج الثورة الحسينية. صحيح. كيف تتجسد القيم العاشورائية في الثورة، ثورة الإمام زيد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نعزي أنفسنا ونعزي أبناء الإنسانية جميعا، ونعزي أبناء الشعب اليمني اليوم الذين يعيشون كربلاء واقعا، يعيشون الإمام الحسين واقعا في حياتهم اليوم. نعم. يعني كربلاء موجودة على طول وعرض الأرض اليمنية، الدماء تسيل، وعبد الله الرضيع موجود يذبح، والسيدة زينب تتحرك بعنفوانها وقوتها ونشاطها في أرض المعركة، والشمر موجود، والحر بن يزيد موجود، والمشهد موجود، كل المشهد كربلاء اليوم في اليمن موجود، والحسين يقود المعركة بعظمته وجلاله. يعني الثورة مستوحاة من ثورة الإمام الحسين، فنعزيهم جميعا، وحقيقة هم يستلهمون صمودهم، قوتهم، ثباتهم من ثورة الإمام الحسين. الإمام زيد رضوان الله وسلامه عليه هو حفيد الإمام الحسين. صحيح. الإمام زيد، وثورته هي امتداد لثورة الإمام الحسين، وشعاره نفس شعار الإمام زيد، وهو نفس المدرسة ونفس الفلسفة. شو كان الشعار؟ ما هو الشعار؟ الشعار هو شعار الإمام زيد، يعني حينما خفقت الرايات على رأسه قال الحمد لله الذي أكمل لي ديني، حينما رفرفت الرايات، والله إني كنت أستحي أن ألقى جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم أأمر في أمتي بمعروف ولم أنهى عن منكر. الله. نفس شعار الإمام الحسين. نعم. إنما قال ما خرجت أشرا ولا بطرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. يعني إقامة تلك الدولة التي جاء من أجلها جده محمد صلى الله عليه وسلم، دولة الحرية، العدل، المساواة. هذه هي الدولة يا دكتور يعني عبد الرحيم، يعني قبل أن أنتقل إلى المعالي الوزير، يعني هذه الدولة دولة الأنبياء، أو بالأحرى الإنسان، دولة الإنسان. يعني إذا كانت ثورة الإمام زيد هي استمرار لثورة الإمام الحسين، فأيضا هل الثورة الحسينية هي استمرار لحركة النبوة؟ نعم نعم، هذا واضح جدا. الإمام الحسين ليس قضيته قضية بحث عن سلطة أو مكانة أو، وإنما هو يعني من خلال تربيته في بيت جده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووالده أمير المؤمنين علي عليه السلام، الذين يعني كل همهم غرضهم يعني هو إقامة إرساء دعائم العدل، إقامة هذه الدولة، الاهتمام بالإنسان، إنسانية الإنسان، حتى غير المسلم ينبغي أن يعيش يعني في ظل هذه الدولة يعني حرا عزيزا كريما، أن يحفظ ماله وعرضه ودمه في هذا الإطار، وأن يوضع في ضمن أطر وثوابت معينة ومحددة. الإمام الحسين صلاة الله عليه وعلى آله وسلم هو حقيقة امتداد لهذا، ونلحظ من رعاية رسول الله وتربيته، حينما يقول
حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. يعني حينما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني لم يقل هكذا من مجرد عاطفة، لا، من أجل إيضاح معالم على الدرب للأمة وأنا أعتقد الرسالة من أول يوم، يعني حينما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم البنية الأساسية لمسجده في المدينة، وحينما كان عمار بن ياسر هذا المعالم على الطريق كلها على الطريق، حينما كان عمار يحمل الابنتين والناس يحملون ابنة واحدة، وأتى من أساء إلى عمار وقال ما لكم ولعمار، ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. هذا معلم على الطريق يحدد معسكر دعاة النار الذين يهدون كيان الأمة هذه. ومن هنا هذه المعالم على الطريق من أجل الأمة، من أجل مستقبلها، باعتبار أن محمد هو خاتم النبيين. نعم. خاتم النبيين. معالي الوزير، يعني في كتابكم ميتافيزيق يا عاشوراء، يعني في مقطع هيك شفته تعتبر أن الثورة الحسينية هي العقل النبوي، وهي استمرار في مسار التاريخ. نعم. وبالتالي لماذا ميتافيزيقا عاشوراء وماذا يعني؟ يعني حقيقة عاشوراء في ذاتها، كان السؤال المشكلية حقيقة عاشوراء في ذاتها، كيف يمكن أن نصل إلى هذه الحقيقة، أو كيف يمكن أن يصل عقل الإنسان إلى حقيقة عاشوراء في ذاتها؟ ومفاد هذا الكتاب في مقدمته المنهجية وفي مقالته المنهجية الأولى أنه لا يمكن إدراك حقيقة عاشوراء في ذاتها إلا بالنظر الميتافيزيقي، بمعنى أنها أن 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 هذا النظر هو القادر وفق منهجه، ولأنه هذه الثورة أو هذه الواقعة هي بالحقيقة ميتافيزيقية إلهية يعني، ولا يمكن إدراكها إلا بالنظر الميتافيزيقي. كيف نفسر هذه الأمور؟ أنه يمكن للعقل السياسي مثلا، نحن موضوعنا الآن الخطاب السياسي، للعقل السياسي الإنساني أن يقارب ثورة عاشوراء وأن يدرك الحقيقة السياسية لعاشوراء. يمكن العقل التاريخي أن يدرس الحقيقة التاريخية لعاشوراء. يمكن العقل الاجتماعي أن يدرس الحقيقة الاجتماعية لعاشوراء. يمكن للعقل العسكري أن يدرس الحقيقة العسكرية لعاشوراء وإلى آخره. العقل الإعلامي، أي عقل يقارب عاشوراء من جهات متعددة وينفذ إلى جزء من حقيقتها، ثم ينفذ إلى الجانب المتعلق بوجهة نظره. أما إدراك الشيء في ذاته، إدراك هذه الحقيقة في ذاتها، لا يمكن أن تكون إلا بالنظر الميتافيزيقي، لأنه يعني عاشوراء تقصد منظر ميتافيزيقي، يعني المبادئ الكلية، المبادئ الكلية والعقلية والإلهية، لأن هذه الطبيعة من طبيعة إلهية. يعني يجب أن ندرك، يعني أنا استندت إلى بيركسون واستندت إلى 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 حصرت إيه، وأنه لا يمكن أن 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 تفهم هذه الثورة، هذه الواقعة، إلا وفق ارتباطها بالنبوة وبالرسالة وبالتالي بإعلاء كلمة الله. اعتبرتها لحظة من لحظات العقل النبوي. هذا العقل، يعني إذا ما ننظر إلى كيف يعني جرت هذه الأمور، يجب أن نلاحظ دائما أن وراءها عقلا نبويا. والدليل بسيط عندنا، يعني هذا الأمر عند فقهائنا وعلمائنا، مسألة دليله الدليل النقلي صريح، لأن ثورة عاشوراء، إنما ثورة الإمام الحسين، إنما هي ثورة الإمام، وثورة الإمام المعصوم، يعني ثورة يعني قوله وتقريره وفعله وكله، هي قول النبي وتقريره وفعله، وبالتالي هو ذو بعد إلهي مرتبط بعلاقة النبوة بالولاية ومن استمرار لهذه النبوة في زمن الغيبة، يعني زمن النبوة بمعنى الولاية بعد خاتمة النبوة التشريعية، وفي زمن الغيبة في زمن الإمام، في زمن الإمام. يعني إذن هلأ بس متى في زمن الإمام؟ هلأ هذه المسألة واضحة، وما بدأ دليل النقل سهل، إنما أنا اشتغلت على دليل العقلي، يعني وبالتالي كان الكتاب في بدايته هو دراسة في الميتافيزيقا، شو يعني الميتافيزيقا ومعناها وكذا، ثم
الاطلاع أو 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 الذهاب إلى أهم الفلاسفة الذين قالوا أنه لا يمكن إدراك الحقائق الكبرى إلا بالميتافيزيقا، إلا بالنظر الميتافيزيقي، الحقائق الكونية الكبرى، الحقائق الإنسانية الكبرى التي هي ذات بعد إلهي، لأن الله سبحانه وتعالى وضع قوانينه في هذا الكون، وضع قوانينه في هذا الكون لا يمكن إدراكها إلا في بعدها العلوم الميتافيزيقي. دكتور عبد الرحيم، يعني هل يمكن أن نفهم كربلاء من دون أن نستمر في الفهم إلى تعاليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ بمعنى آخر، هل هي كربلاء استمرار لخط النبوة؟ نعم، مثل ما تفضل الدكتور، بالنسبة للأبعاد المختلفة، ثورة الإمام الحسين ممكن أن تأتيها من كل جانب من الجوانب، من أي بعد، لكن البعد الإلهي كان هو أبرز الجوانب هذا بالنسبة، لأن هناك ليست هناك تكافؤ في المعركة، لكن لأنه يرتبط بصاحب القوة المطلقة ويتعامل معه وهو الله سبحانه وتعالى، وينطلق من أجل إرضائه ومن أجل تنفيذ يعني توجيهاته، فما دامت الأمور، وهو كان يقول هذا كله بعين الله سبحانه وتعالى، ويعني يدرك الإنسان من خلال يعني تربيته، من خلال فهمه للقرآن، حينما يقول الله سبحانه وتعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هنا يعني تتجلى ثورة الإمام الحسين، وهنا تتضح الصورة بالنسبة لبعدها الإلهي، حينما يعني ندرك بأنه يعني عرض عليه، عرضت عليها الدنيا، عرضت عليه، لكن على يعني يريد يعني أن يثأر للقيم، أن يرسي قائمة هذه القيم والأخلاق التي جاء بها الإسلام، وهذا هو البعد النبوي. يعني الرسالات السماوية كلها حينما تأتي من أجل مصلحة الإنسان، من أجل كرامة الإنسان، أن يعيش عزيزا كريما، أن يعيش في ظل دولة العدل، دولة الحرية، دولة المساواة. فالإمام الحسين ثورته من أجل أنها تغيرت معالم الدين حقيقة، تغيرت معالم الدين. يعني أصبح الظلم استشرى مسألة الظلم، تبديد الأموال، يعني استعباد الناس أن يكونوا عبيدا حتى البيعة، وهذا كان واضح جدا بعد أن استشهد الإمام الحسين في البيعة التي طلبت من أهل المدينة. نعم. يعني أن يبايعوا ليزيد أن يكونوا عبيدا له، عبيد. نعم، صح. يزيد بن معاوية. أنا مضطر أن أذهب إلى فاصل معالي الوزير حتى دكتور عبد الرحيم، يعني بعد الفاصل نتحدث عن الخطاب السياسي. نعم. العاشورائي، وعن معالم هذا الخطاب أقله في العدالة والحرية والمساواة. مشاهدينا، فاصل من عودة. مشاهدينا الكرام، ارحب بكم من جديد، وايضا ارحب بضيفين معالي الوزير الدكتور طلال حمادي والدكتور عبد الرحيم الحمران. معالي الوزير، يعني لابد أن نتحدث عن أهم معالم الخطاب السياسي العاشورائي. برأيكم ما هي أبرز هذه المعالم؟ في الخطاب العاشورائي في الموقع ذاتها، في الموقع العاشوراء يعني، في واللي هو جاء على لسان الإمام الحسين عليه السلام، وعلى لسان أبنائه وأصحابه من الذين يعني عاشوا تلك المرحلة، عاشوا تلك الموقعة، والتي مرتبطة ارتباط وثيق بالمرحلة. الإمام الحسين أراد الإصلاح في أمة جده، أراد الدعوة إلى الإصلاح. ماشي، إصلاح. الأمر الآخر، الإمام الحسين أراد أن يعبد الله، أن يعبد الناس الله عبادة الأحرار، أنه دعوة إلى الحرية، أيضا دعوة إلى مقاومة الظلم، لأنهم فاسدين، ولأنهم ظالمين، ولأنهم منحرفين عن 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 قط الإسلام الحقيقي. الإمام الحسين دعا إلى المعروف وأنهى عن المنكر، وهذه واجب يعني أساسي في الفكر الإسلامي. الإمام الحسين
أبان طبيعة النظام السياسي الإسلامي الذي يجب أن يكون مبني على الأسس الإسلامية الحقيقية، وأنه لا بيعة ولا سلطة ولا شرعية لغاصبين هذه لغاصبي هذه السلطة المنعرفين عن الإسلام وعن الرسالة المحمدية الحقيقية. يعني لذلك يعني كل القيم الإسلامية المتحققة في الرسالة النبوية اللي أنا سميتها في العقل النبوي، جاء الإمام الحسين ليواجه أعداءها الذين يخالفونها والذين ينقضوها والذين يعني يحاولون أن يعني يمحونها من التاريخ. هؤلاء كانوا يريدون أن يمحوا الإسلام وطريق واضح، إسلام جديد وطريق واضح. نعم. أنه هذا لا وحي نزل، وأنه نعم. مسألة صراع على الملك. صح. وعلى الخلافة بين أفخاذ قريش، ومسألة توارث الملك وارتباط هذا الموقع بسلسلة يجب أن تبدأ من 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 مرحلة ولاية. نعم. يعني الإمام علي عليه السلام، خلافة الأمير المؤمنين عليه السلام، والحروب التي قادها ضد الذين قاموا وخرجوا على 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 السلطة الإسلامية، ثم بعدين بصلح الإمام الحسن، وهي مسألة أساسية عليه السلام، مسألة أساسية كبرى، لأن كثير من الأسس الواقع الحقيقية أو ميتافيزيقا هذا الصلح يمكن أن نجده في ميتافيزيقا عاشوراء، لأنه صح. خطاب يوجه الخطاب السياسي. يعني دكتور عبد الرحيم، كل ثورة دائما عندها شعارات، ودائما اليوم عندما يتغنوا كل أصحاب الثورات عتم يتغنوا بالحرية، بالعدالة، بالمساواة. هذه يعني كثير بقول لك أي ثورة هذه هي قيم. أين هذه القيم؟ هذه القيم السياسية، الحرية، العدالة، المساواة، من ثورة كربلاء؟ كان هناك يعني معالم في الميدان، معالم عملية قد لا تكون قولية أو لفظية، معالم يعني تبرهن أو تدل دلالة واضحة على العدالة، على معنى المساواة، على معنى دعوة الناس إلى الحرية، إلى الحرية وإرساء هذه الدائم كلها، يعني من خلال حركة الإمام الحسين في أرض كربلاء. يعني أولا بالنسبة للنماذج هذا، مثلا حينما تنظر إلى يعني تقديمه، يعني أولا أحقيته ومعرفته لما هو عليه. الإنسان بطبيعة الحال بفطرته يحرص على أقاربه، على أولاده، على الناس الذين هم صلة به، لكن لأنه يدري يعني يعرف أحقية الموقف وصدق الموقف، وبقدم أولاده وأهل بيته بدأوا. صح. يعني حتى الرضيع حينما ضربه حنظرة بسهم وذبحه من الوريد إلى الوريد، يعني لم ينكفع الإمام الحسين أو يتردد في أن يظهر للناس بأن هذا كله بعين الله، هذا من أجل الله، يعني حرم للعيد هذا. صح. رضيعي. نعم. مثلا الجون هذا الشخص الذي كان يعني خادم مع الإمام الحسين ويتبعه، يعني حينما استشهد ألح على الإمام الحسين، والإمام الحسين قال له إنما تأتي يعني في حالة يعني لأكل التعاون معنا وتعامل معنا، لكن في حالة القتل أراد أن يجعل له سبيلا للانصراف، فأبى إلا أن يقاتل مع الإمام الحسين. حينما استشهد ذهب إليه ووضع خده على خده، وهو يعني يتحدث عن نفسه ويقول أرى ذميم اللون وكذا، وأريد أن يختلط دمي بدمائكم أهل البيت. فيعني هذه المواقف يعني لها دلالات كبيرة بالنسبة للمساواة والنظرة إلى الناس، نظرة تكاملية، وأيضا في كثير من خطاباته وفي كثير من أقواله وتوضيحاته، وأيضا نفهم من 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 يعني الآخرين الأعداء، ربما يزيد بن معاوية يعني يستشهد بكثير من أقواله على البعد، يعني على العمق
المعركة والغرض منها. نعم. مثلا حينما يتغنى ببدر ليت أشياخي ببدر الشهيد وجد. نعم. بمعنى أنه الكرامة الإنسان. نعم دكتور، كرامة الإنسان هي هدف، وبالتالي لا تتحقق هذه الكرامة إلا بالحرية. وأحدهم دعم يعني بقرأ بمكان بيقول يجب أن نعتبر العاشر من محرم هو يوم الحرية العالمي، لأنه ليس هناك من ثورة في التاريخ فيها مسلم ومسيحي وكبير وصغير ويتيم وطفل ورضيع كلهم يستشهدوا من أجل هذه القيم. نعم دكتور، لو عدنا إلى المنطلق الذي أذهب فيه في النظر إلى عاشوراء صورة الإمام الحسين، وهو النظر الميتافيزيقي، قلنا أنه تتحقق المعنى السياسي في هذه الثورة، كل مبادئ السياسة التي أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان في عمار الأرض. حلو. والتي يمكن أن تظهر في حالة واحدة مكتملة، هي حقائقها موجودة في القرآن الكريم، موجودة في الرسالة، في النبوة، موجودة في الولاية، وتظهر مستقبلا في دولة الإمام عجل الله فرجه الشريف. هيدي بدنا ناخذ القيم بالمعنى بالنظر الفلسفي، وانت يعني استاذنا في هالموضوع. لا الله يخليك. الامر لذلك كل المفاهيم الاخرى، مثلا الحريه. الحريه هو مفهوم انساني، مفهوم انساني للسياسه، اللي علاقه الانسان بنفسه مع ذاته، علاقته مع الاخر، علاقته مع الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تتحقق وفق الوجودية، وفق القدرة على التحقق الذاتي في الشخصية الإنسانية. هذه الحرية هي العقل الإنساني ينظر إليها، هي فعل متطور بتطور البشرية. يعني لو أخذنا الحرية مثلا في المجتمع اليوناني، أو الحرية في المجتمعات الوسطى، أو الحرية مثلا في العصر الحديث، نجد أن مفاهيم الحرية مختلفة، ليست يعني في حريات مثلا. نعم. كانت تقتصر فقط على حرية انه ياكل ويشرب ويعيش وكذا، بعدين نجد حتى هذه المفاهيم كل ما اقتربنا يعني هي بتحقق كمالها وبطلقها. الحرية بالمعنى المطلق متحققة في ثورة الإمام الحسين، لان هي الحرية المتحققة في القرآن الكريم، لأن الإمام هو القرآن الناطق. إذا بدنا نجي للدليل الفقهي أو الدليل النقلي، أنا حابب بيكي معاليك نسمع شيء. أنتم كشاعر كباحث وكتبتم عن ميتافيزيقا عاشوراء، نسمع شيء أقله مما أوحت إلي. نعم. قيم عاشوراء وأقله الخطاب السياسي الذي حصل. نعم. في أنا كتبت نص شعري هو المسرع كاملا، اسمه مواجيد ميتافيزياء القيامة. حلو. هذا هو النص يروي المسرع كاملا. فسأقرأ المقطع الأول. ماشي، يعني دقيقتين تقريبا. ايه؟ لو سمح. قبلة الوجد ميتافيزياء القيامة، وسؤال الوجود دهشة أدواره بين هذه الفلات وتلك السماء، كأنما ينبت للفرات جناح، وتعلو صفحة الماء تعلو حتى ينام العطاش ليلهم فوق رمل الدماء. تورق للرمل أعشاب لا تراها الجياد، ولا يراها الذين أناخوا رحلهم عند نخلة من خيال. أين هو النخل يا خليل المسير الطويل؟ ليس هنا غير كر وفر بين قاتل حصنته الرمال، وبين القتيل حصنته السماء بكل ما يليق من ضروب الروايات وصنوف الكلام الجميل. فهل أورد لغتي عند ضفاف الفرات ليشرب منها جواد شعري، ويرسل في غربتي صحراء آدم
صراخ الصهيل. الله الله يا دكتور، انت بعد شوي حتى حنقرا شيء ونتابع بالقراءه، ولكن فقط انا دكتور عبد الرحيم، يعني انتم من المعروف كنتم من اصدقاء الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رحمه الله. اود ان استفيد من وجودكم اول شيء، اي روح كان يمتلكها الشهيد حسين بدر الدين الحوثي؟ الشهيد القائد رحمة الله عليه السيد حسين بن بدر الدين الحوثي، ربما أنه استوحى حركته وثورته ودفاعه، أنها ثورة سلمية كانت بكل ما تعنيها الكلمة، وأنما مجرد دفاع، كل الحروب هذا التي صارت كانوا في حالة دفاع، استلمها من ثورة الإمام الحسين من كربلاء من عاشوراء، وله كثير من المحاضرات، وله محاضرة اسمها من وحي عاشوراء محاضرة. السيد الحسين يعني كان تجد نفسية الإمام الحسين كان يحملها حقيقة، وفي مشهد من المشاهد أو موقف من المواقف قلت له حينما تزاحمت الأعداء، ويعني الاستهداف كشفت ملامح الاستهداف هذا ومحاولة التخلص من الشهيد القاعد، قلت له يعني إذا كان هناك شيء من التريث، أو قال نحن مسؤوليتنا ينبغي أن نقوم بها ولسنا مسؤولين عن النتائج، يعني دورنا واجبنا أن نفعل ينبغي أن نقوم به، أما بالنسبة للنتائج فها إلى الله سبحانه وتعالى. فيعني حينما يجد الإنسان هذه النفسية في وهو غريب في 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 نفس الظرف يستشعر عظمة الإمام الحسين حقيقة، والأعداء متكالبون من كل جانب، وليس هناك أي إمكانية أو قدرة. معروف عنه أنه لا يهاب السيد القائد، فحتى أنه على مقولة أظن بوش بعد 11 أيلول عندما خير العالم جورج بوش معنا أو ضدنا، فقال كلمته وقت السيد حسين الشهيد أنه ينبغي أن نكون في معسكر الإسلام، صحيح. لا في معسكر الكفر. يعني نحن بين أمرين، أما أن نكون في معسكر الكفر، حين قال من لم يكن معنا فهو ضدنا، قال الآن ينبغي أن نحدد موقعنا موقفنا، أفي معسكر الكفر أم في معسكر الإيمان؟ قالها رفقتكم له كم سنة أو من كم فترة سنة؟ طويلة، يعني احتمال يعني حوالي 30 سنة، يعني الأسفار الدراسات كلها، يعني كنا مع بعض يعني في الفترة الأخيرة، في فترة يعني حينما كثر الاستهداف كان هناك قضية السجناء، كان في كثير حوالي 850 سجين في الأمن السياسي، أخذوهم المكبرين، يطلق عليهم عبارة المكبرين، وهذا كانوا رسل الإمام الحسين إلى الطغاة إلى الطغاة، يعني كان الجامعة الكبيرة كانوا يطلعون ويصرخون بشعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، فكانوا يأخذونهم يضربونهم ويأخذونهم إلى السجن يأخذونهم. السيد الحسين بدر الدين أراد أن يحدد موقف وأن يشعر العالم بما هي هذه الحركة، هذه الحركة حركة سلمية تريد أن تحدد موقف من الاستكبار العالمي. نعم. فهذه الأعمال أيضا يعني كل مجريات معركته حصارة، يعني ما أشبهها بكربلاء، حتى النار، يعني حينما أضرمت النار فيه وفي أسرته داخل الجرف، الحصار من الماء، حتى جف الحليب حقيقة في أثناء النساء، وهذه حقيقة لأني أنا محتك به وبأسرته وعائلته أيضا وزوجته وإحدى زوجته روت للحادثة نفسها، فكل يعني حتى بتفاصيل كربلاء بتفاصيلها، بمشاركة المرأة، باستشهاد بعض النساء في الميدان، يعني ضراوة المعركة، شدة الاستهداف، يعني وقوف صمود أصحابه، حتى الرمق الأخير وقوفه شامخا لم يتزعزع ولم يتزلزل، يعني نفس موقف الإمام الحسين حتى قال لي أحد أولاده علي قال والله ما شعرنا بحالة الخوف والهلع في ظل وجود الوالد والقصف من كل مكان المدافع. هذه روح الحسين كما يقولون، حتى في كل محب للحسين سلام الله عليه دائما هذه الروح تستعاد وتعاد. معاليك يعني طرح شعار، وكان دائما واليوم هناك شعارات كثيرة عن الثورة الحسينية، ولكن ما هذا العام أخذ هذا الشعار صبر ونصر، وخاصة معاليك الإمام
الحسين سلام الله عليه حسب رواية الإمام الباقر. يروي الإمام الباقر سلام الله عليه في حديث الإمام زين العابدين، فوبالتالي الإمام زين العابدين يروي ويقول: وصية أبي الحسين وهو في آخر رمق الحياة كان يقول لي: بني اصبر على الحق ولو كان مرا. هذا العام شعارنا صبر ونصر. نعم، هذا يعني هذا الصبر بالمعنى الذي ورد في رواية الإمام، يعني التمسك بالحق والقدرة على التضحية من أجله. يعني هذا هو بمعنى أنه مهما كانت أثمان التمسك بالحق والدفاع عنه كانت عالية وثقيلة على الذين تمسكوا بالحق، فيكون صبرهم على تحمل التضحيات وعلى تقديم التضحيات عظيما. وهذا يعني أن المستقبل أو الانتصار النتائج تكون النصر، لأن من يتمسك بالحق عن 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 إيمان وعن ثبات وعن قدرة على التضحية سينتصر بإذن الله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد عباده بالنصر إذا كانوا من المحتسبين صابرين. نعم، تواصل بالحق وتواصل بالصبر. تواصل بالحق وتواصل بالصبر. أيضا أود أن نسمع شيء أيضا مما كتبتم. نعم، عن عاشوراء. أشكرك. أول نائحات السماء وآخر النائحات السماء، تنزل مطر كأنما الأرض وقد غسلتها المياه في طوفان نوح، وهي الآن بعد قتل حسين غسلتها الدماء. ما نام جفن ولا رق سمع، أحاسيس من تستشعر البيداء. أول النائحات السماء وآخر نائحات السماء، النور هذا هو النور من هذا هو النور، هذا النور صحراء من النور، سماء وبحار وجبال، مشهد النور هو النور. إذن بلغ ما تنزل من نور الأرض أو نور السماء. أحسنت. ما شاء الله. هذا نعم دكتور عبد الرحيم. نعم، يعني نعود إلى موضوع الشعار، وهو له دور غير عادي في الحياة السياسية. نعم. في الحرب الظالمة عليكم اليوم شاهدنا الكثير من الشعارات، موت لأمريكا، الموت لإسرائيل، ودائما شعارات. واليوم شعار جديد، الموت لآل سعود أو الموت وغيرهم. هل هذا الشعار صبر ونصر سيتحقق إن شاء الله في الحرب الظالمة عليكم في اليمن السعيد؟ إن شاء الله إن شاء الله. أتكرم دكتورنا الفاضل، يعني مسألة الصبر، الصبر الإيجابي وليس الصبر السلبي، الصبر على الظلم الذي حاول علماء البلاط والطغاة أن يروضوا الناس عليه، ويحاولوا أن يضفوا القرآن في هذا الجانب، وغير الصحيح عبد القرآن لا، يعني في قول الله سبحانه وتعالى وفي كثير من الآيات التي وردت في الصبر، هي في الصبر الإيجابي، هي لا تدعو الإنسان إلى أن يرضخ للطغاة والظالمين أبدا. يا بني أقم الصلاة، قول لقمان نبي الله لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. يعني أنت تدفع ضريبة، يعني الطاغية لن يتركك، لن يتركك تأمر المعروف وتنهى عن المنكر وتحاول وتنقده نقدا بناء من أجل أن يسير في الطريق الصحيح، لا، ولن يتركك أبدا. يعني فهذه السمة، وهذا ما ركز عليه من المؤمنين في وصيته الخالدة حينما قال لأولاده، الوصية التي شرحها السيد عباس الموسوي، هذه من أعظم وصايا أمير المؤمنين، حينما قال يعني فيها: يا وصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله. وتقوى الله كانت دائما الربط الإلهي ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، إلى أن قال: وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. نعم، مسألة الصبر الإيجابي لطيف.
فالشعارات حقيقة بالنسبة للشعارات هي مستوحاة من القرآن الكريم يعني، وكثير من اللغط حصل حول هذا الشعار، شعار السيد الحسين بن بدر الدين يعني، شعار الموت الأمريكا، الموت اللعنة على اليهود النصر، هذه الكلمات مقدمتها الله أكبر يعني. هو أراد السيد الحسين حقيقة كان لديه بعد نظر، أراد أن يخرج الأمة من مشاكلها وخلافاتها المذهبية والطائفية، وأن يحدد بوصلة العداء. أولا أن يستلهم، أن يربط الناس بصاحب القوة المطلقة هو الله سبحانه وتعالى، ما يقول الله أكبر، ثم يحدد من هو العدو هذا الذي يعبث بمصائر الأمة وهو الأمريكيين الذين احتضنوا تحديد الأولويات. أيضا نفس اليهود في نفس أما بالنسبة لآل السعود فنحن نقول هم مجرد دمى، هم ليس لهم قرار ولا إرادة، هم وظفوا لهذا الغرض، هم ورقة يستخدمونها وفي الوقت الذي يستغنى عنها سيرمونها في مزبلة التاريخ. نعم. يعني هم يتعاملون معهم هكذا، وما نراه اليوم هو هكذا. نعم. لكن أريد لفتة يعني أن يعني أشد انتباه المشاهد إلى أن كربلاء اليوم هي في أرض اليمن، المرأة التي تخرج وتقول إن كان هذا تستقبل وليدها وهو شهيد، وتقول إن كان يرضيك، إن كان يا رب يرضيك هذا فخذ حتى ترضى. هذه ثقافة الشهادة والاستشهاد، هذه ثقافة كربلاء، ثقافة الإمام الحسين. حينما يخرج الشيخ الكبير من السن من تحت الركام بعد أن يضرب بيته ويقول يعني هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. نعم. هذا شعار. نعم. كربلائي. نعم. نعم. كل اليوم كربلاء الأرض اليمنية بكل ما يجري عليها تمثل كربلاء، كربلاء العصر، كربلاء العصر ويزيد والشمر وعمر بن الجوشن، وحتى حتى 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 هناك نماذج للحر بن يزيد، الحر بن يزيد والربط الإلهي موجود حينما يعني خير نفسه وكان يفكر وقال له صاحبه أو أحد جنده ما بالك يا حر، أخذته رعدة، والله لو قيل من أبطل أهل العراق ما عدوتك، قال إنما أخير نفسي بين الجنة والنار. نار. هذا الحر وانطلق إلى الإمام الحسين وطلب منه أن يكون أول من استشهد من أصحابه. نعم. مع الإمام الحسين. فهذه هي اليمن. نعم. اليوم. نعم. يعني نأمل وندعو الله تعالى دائما أن تخرجوا من هذه الألام، هذه ألام. أنا بعد معي دقيقة بدقيقة دكتور معاليك، دقيقة لمعاليك ودقيقة أيضا لدكتور، كلمة أخيرة عن نحن كل عشرة. يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. نحن اليوم أكثر من نكون حاجة إلى استلهام قيم وشعارات ومبادئ ثورة الإمام الحسين. نحن نشهد في عالمنا المعاصر معالم ورموز ما كان موجودا في تلك الواقعة في 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 يوم عاشوراء، من يزيد بن معاوية إلى قادة جنده إلى نعم. إلى حزبه وإلى الإمام الحسين وأنصاره وأبنائه والذين كانوا في ذلك التاريخ كانوا قلة. نعم. ولكن هذه القلة استطاعت أن تصبر وأن تقف مع الحق وأن تنتصر. نعم. الانتصار المعنى الكبير كان لثورة الإمام الحسين، وهذا يعطينا ثقة بالنصر. نعم. إن شاء الله. أنا يعني معالي الشاعر دكتور تراد أحمد يعني بشكرك أشكر الله وأعظم الله أجركم دكتور عبد الله. نقول لأهلنا في اليمن ولأمتنا بأن الإمام الحسين حينما استشهد كان استشهاده نصرا، كان نصرا، وانهارت دولة الأمويين باستشهاد الإمام الحسين. واليوم الدماء التي تسيل سواء في على أرض اليمن أو على في أي أرض إسلامية هي تسيل في أرض كربلاء، والنصر هو حليفنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، والوعد الإلهي ولا ينصرن الله من ينصره. فنحن حينما نسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ونقوم بدورنا وواجبنا فحتما سيكون النصر هو حليفنا إن شاء الله. نعم. أيضا إن شاء الله إن شاء الله، ودائما الله سينصر كل مظلوم دائما. دكتور عبد الرحيم الحمران أنا بشكركم أيضا. أختم بما بدأت به هذه الحلقة. قال الوليد نحن لا نطلب يا حسين إلا كلمة فلتقل بايعت
واذهب بسلام لجموع الفقراء. فلتقلها وانصرف يا ابن رسول الله حقنا للدماء، فلتقلها آه ما أيسرها إن هي إلا كلمة. قال الحسين: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. إن الرجل هو الكلمة، شرف الرجل هو الكلمة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى الملتقى إن شاء الله.